هذه المورش أو هذه المحاضرة اهتمت بالشأن المالي أو بالصيرفة الإسلامية. كانت الدعوة موجهة لموظفي مصارف تجار أو من لهم علاقة أو من يهتمون بالشأن المالي أو بالشأن الاقتصادي لتوضيح ما معنى المصارف الإسلامية أو الصيرفة الإسلامية، ما هي مصادر الأموال والمصارف الإسلامية، كذلك كيفية توظيف الأموال في داخل المصارف الإسلامية.